24 بودكاست الركن البعيد الهادئ مع دعاء ضياء الدين. من المعروف أن اللون الأزرق من الألوان ذات التأثير المهدئ، ولكن هل سمعت عن الشاي الأزرق للاسترخاء؟ أو شوكولا اللافندر والكاموميل لتهدئة الأعصاب؟ وهل تعرف أن طريقة تناولك الطعام تؤثر على حالتك المزاجية؟ أنا دعاء ضياء الدين من موقع 24 الإخباري، وألتقي بكم مجدداً في ركننا الهادئ البعيد عن الضوضاء لنعرف أكثر عن تأثير ما نأكله على حالتنا المزاجية، وكيف يمكن أن نحول أوقات تناولنا الطعام من مجرد حاجة يومية روتينية لسد الجوع إلى لحظات استمتاع واسترخاء يومية. فأهلاً بكم. إذا اقترحت عليك اليوم أن تتناول عشاءك في غرفة مظلمة تماماً بدون أي مصدر إضاءة، ماذا ستكون ردة فعلك؟ هذا ما يحدث تماماً في مطعم شهير في باريس. صاحب المطعم يا أصدقائي يعتمد على فكرة أن الظلام الدامس يفصلنا تماماً عن كل المشتتات المرئية من حولنا، ويحفز حواسنا الأخرى كالتذوق والشم واللمس لتعزيز التركيز على تجربة الطعام بشكل أعمق، مما يحقق حالة من الهدوء والاسترخاء. والغريب أن فكرة المطعم لاقت نجاحاً وافتتح عدة أفرع له حول العالم، فلو أتيحت لك الفرصة هل تود أن تجربه؟ في الحقيقة بدون أن نضطر للسفر لتجربة المطعم وبدون أن نتناول طعامنا في الظلام الدامس، من الممكن أن ندرب أنفسنا على هذه الفكرة، فكرة التركيز والاستمتاع بما نأكل بالتمعن في مذاق الطعام وقوامه وألوانه، مما يساعدنا على الشعور بالهدوء والاسترخاء. هل تعرف أنه في اليابان قديماً كان الناس يتناولون الطعام بصمت تام دون تحدث للتركيز على المذاق وتحقيق حالة من الهدوء؟ كما أن طريقة تناولهم الطعام بالعيدان التقليدية يساعدهم على الأكل ببطء، والأكل ببطء يعتبر أولى خطوات الاستمتاع بالطعام وتحويله إلى تجربة حسية ممتعة. من الشعوب المعروف عنها أيضاً عادة تناول الطعام ببطء هم الفرنسيون، فهم يعتبرون أن تناول الطعام فرصة للاستمتاع بالحياة والاسترخاء. تناول الطعام بتركيز يا صديقي له مصطلح مرادف بالإنجليزية، وهو Mindful Eating، وهو لا يقتصر فقط على لحظات تناولنا الطعام بهدوء وتركيز، ولكن أيضاً يشمل اختياراتنا الغذائية. فنوعية طعامنا كما نعرف تؤثر بشكل كبير على حالتنا المزاجية والنفسية، فبعض الأكلات تساعدنا على الشعور بالاسترخاء والسعادة كالشوكولا الداكنة التي تحفز دماغنا على إفراز هرمونات السعادة، أيضاً الموز الذي يحتوي على المغنيسيوم ويساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج، أيضاً الأسماك الدهنية كالسالمون والتونة والسردين تحتوي على أوميغا 3، وكذلك المكسرات، وأيضاً مشروبات الأعشاب مثل الكاموميل والنعناع والشاي الأخضر. فهل تعلم أن الشاي الأخضر يستخدم في دول جنوب شرق آسيا ضمن طقوس التأمل والاسترخاء؟ أما الشاي الأزرق الذي ذكرناه في بداية الحلقة أصدقائي، هو نوع حديث من أنواع الشاي بدأ ينتشر حول العالم مؤخراً بسبب لونه المميز، مصدره من تايلاند، وهو مستخلص من زهور الأوركيد الزرقاء، ويقال أن لهذا الشاي تأثير مهدئ للنفس. كما تم ابتكار الشوكولا التي تحتوي على مكونات مهدئة مثل اللافندر والتوت البري والكاموميل.
وأخيراً لتجربة طعام حسية ممتعة باعثة على الهدوء، ما رأيك اليوم أن تتناول طعامك في مكان هادئ بعيداً عن الضوضاء؟ خصص بضع دقائق للاسترخاء قبل بدء تناول الطعام واستمتع بألوانه. ضع جانباً كل المشتتات كالهاتف والتلفزيون وتناول طعامك ببطء، وكن أكثر شعوراً بتفاصيل ما تأكل. أنتم أيضاً أصدقائي، شاركوني في التعليقات ما هي الأطعمة التي تمنحكم حالة من الهدوء والاسترخاء؟ وفي نهاية لقائنا هذا الأسبوع اخترت لكم مقولتين، الأولى للشيف والكاتب الأمريكي أنتوني بوردين الذي قال: إنه الهدوء الذي يمنح الطعام قيمته الحقيقية. ومقولة أخرى للشيف ومقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة ريتشل راي: الهدوء يصنع من الطعام أكثر من كونه مجرد وجبة. تقبلوا مني أجمل التحيات، كنت معكم دعاء ضياء الدين من موقع 24 الإخباري وبودكاست الركن البعيد الهادئ. إلى اللقاء.